ليلى، الاحتجاجات العنيفة رفضاً لغلاء الأسعار وتفشي البطالة في تونس. قتل شاب ثلاثيني في مدينة تبربة في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، وفيما أشار شهود عيان إلى أن الوفاة ناجمة عن عملية دهس بسيارة تابعة للأمن، نفت وزارة الداخلية ذلك، مشيرة إلى أن الوفاة حصلت نتيجة ضيق في التنفس. وكذلك جرح 5 أشخاص في المواجهات التي توسعت رقعتها وامتدت إلى مدن وقرى أخرى. ومن جهة ثانية، لم ينفي رئيس مجلس وزراء تونس يوسف الشاهد في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية أن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق، لكنه أشار إلى أن عام 2018 سيكون آخر الأعوام الصعبة على التونسيين، مؤكدا أن الناس بحاجة إلى أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات. وأعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصا في مواجهات بين الأمن ومحتجين في محافظات عدة، فيما وصف المتحدث باسم الداخلية التونسية المواجهات بالإجرامية، وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.